طيب معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد المصرية. يا فندم مشرف ومنور. أهلا بيك يا أستاذ كريم. النهاردة سمعنا خبر عظيم جدا وهو تجديد تعاقد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد. تمام، معنا الكابتن بونزو وطبعا هو مكمل معنا إن شاء الله بطولة العالم 2023 يناير 2023. كان الكلام انه هيمشي وانه الكلام انه عشان هو مش متفرغ فممكن حد يجي مكانه، ده الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت، ايه اللي حصل جديد عشان هو يكمل مع منتخب مصر؟ لا احنا كنا بنناقش الامور دي وكان من الصعب جدا ادخال مدرب جديد في فتره زمنيه قليله جدا اللي هي 4 أو 5 شهور. كان من الصعب جدا انك تجيب مدرب عشان يتعرف على اللاعبين ويعيد معاهم يعني النظام تدريب والكلام ده، في حين ان ده معانا بقاله فتره طويله وحافظين بعض. عظيم جدا. صعب جدا في الفتره دي انه يتدخل حد تاني. عظيم جدا. هو راجل ناجح كمان يا دكتور مع منتخب مصر. ناجح ومتميز، والاولاد كمان لاعبينا المنتخب لاعبي المنتخب في تواصل كبير بينهم وفي فهم لقدراتهم وامكاناتهم وبيقدر يوظفها في الملعب كويس. طيب وبالتالي احنا معاه ان شاء الله لغايه 2023 بطوله العالم ان شاء الله. عظيم جدا، خطوه موفقه جدا دكتور محمد. عايز اسالك بشكل عام، في نجاحات كده متتاليه لكره اليد المصريه، يعني انا افهم انه ممكن يجي لك جيل عظيم فالجيل اللي بعده يبقى قليل شويه فتوفق في بطوله ما توفقش في بطوله تانية، بس احنا ماشيين على نسق واحد تقريبا بقالنا فتره الحمد لله. ازاي ده حصل يا دكتور محمد، وازاي دايما كره اليد منظومة ناجحة تفصيلا سواء على مستوى الاتحاد او الاجهزة الفنية او اللاعبين؟ شوف يا استاذ كريم، انت قلت هل دلوقتي هي منظومة ما فيش مجلس من المجالس يخل باللي قبليه، يعني عملية متناسقة مترتبة بشكل تخطيط وشكل علمي بحيث ان ما نسيبش منتخب في النص يقع، والا معناها ان المنتخب ده منتخبنا الكبير ده هيقع لمده مثلا 4 سنين أو 8 سنين. صحيح. مش قليله. صحيح. فاحنا عمليه الاهتمام من اول كره اليد المصغره مع المنتخبات كلها لغايه لما بنوصل للمنتخب الاول دي ليها منظومه ولينا كتاب احنا بنتعاهد عليه كجمعيه عموميه كانديه مشاركه معانا كاخواتنا في الانديه ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وعقوباتنا كذا وكذا ولوائحنا هي ايه ومسابقاتنا ايه، بنتفق عليها وبنناقشها، وده عمل بنعمله في مؤتمر سنوي. خلاص اتفقنا على كل على خريطه الطريق وفهمنا كل الامور اللي بينا، بنمشي بقى ومفيش حد في النهايه بيقف عشان يعترض على حاجه احنا بنقولها. عظيم جدا يا دكتور. وبالتالي فالنجاح متلاحق لكل المجالس يعني. طيب دكتور محمد، سؤالي الجاي ليك وهو له علاقة بتوقعاتنا، يعني احنا منتخب مصر كرة اليد هو الوحيد تقريبا في الرياضات الجماعية اللي في مصر اللي بترفع دايما حجم توقعاتنا، فبدأنا نسأل على كاس العالم، هو احنا ممكن ناخد كاس عالم؟ هو احنا نوصل لفين لحد كاس العالم؟ كلمة كاس العالم في لعبة جماعية ديت دي مش سهل حد يقولها، بس انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي خليتونا توقعاتنا دايما لفوق قوي مع منتخب كرة اليد. يعني احنا في نفس التوقيت اللي احنا بنجهز نفسنا فيه في دول قويه بتجهز نفس بتجهز فرقها بنفس الكيفيه طبعا، ولكن علينا ان احنا في شغلنا نضيف ونبدع ونغير ويبقى تفكيرنا بعمق في اللي احنا فيه، يعني ما بنسيبش طريقنا ابدا، ولاعبينا بنشوف المتميز ونصقله اكتر كل العمليات دي ممكن تديك ناتج يفوق المنافس ليك. صحيح. احنا نتائج الصفقه وصلتنا الى ان احنا كنا سابع عالم وكنا كان ادائنا مشرف جدا في 2021، والكلام ده مش جديد لان مع الدكتور حسن مصطفى حققنا في 2001 رابع عالم، وكان في مباراه فاصله بيننا وبين فرنسا كانت مشهوره قوي ان احنا كنا الافضل وطلعنا رابع عالم، فده صحيح. افضل نتيجه عملناها في بطوله العالم 2001، يبقى في 2001 خدنا رابع عالم. طيب معنى ان احنا نوصل من 2001
ل 2022 بعد 21 سنه بفكر بسيط جدا. يبقى احنا عندنا اكيد من بعض الثغرات او العيوب او الاخطاء اللي بنحاول نتلافاها عشان نرجع لمستوانا تاني. صحيح. عملنا الكلام ده وحسينا بيه ان احنا قربنا وبقينا افضل في طوكيو في الدوره الاولمبيه لما بقينا رابع. وكان ممكن جدا نحقق ميداليه. ما بين ان احنا ندرس اخطائنا وما بين ان احنا نتلافاها ونخطط ان احنا نزيد من قوتنا من ايجابياتنا هيبقى في دايما الامل. الامل ده اصبح قريب جدا وانا عارف كويس قوي احنا كمصريين ما يعني ما بنكتفيش عايزين دايما الافضل. هنبقى يعني احنا على ان شاء الله باذن الله كل تفكيرنا بميداليه. يعني تفكيرنا في بطوله العالم الجايه ان احنا نحقق الحلم ده. وطالما قلت ميداليه يبقى معاك ذهب او فضه او برونز، لكن انت لازم تدخل بقى في النجوميه. صح. ومع الفرق القويه دي طالما انت بتشتغل عليها. ما فيش حد ابدا بيشتغل بشكل علمي وتخطيط ويبص لسلبياته وايجابياته الا بيكون لازم ياخد خطوه لقدام. نتمنى الخطوه اللي جايه لقدام دي تساوي ميداليه لمصر. هايل. دكتور محمد، سؤالي ليك دلوقتي يخص رضاك عن عدد المحترفين المصريين الموجودين في دوريات اوروبيه. هل انت راضي عن الرقم اللي موجود دلوقتي ولا شايف انه ممكن كمان يبقى فيه اكتر؟ لا ان شاء الله هيكون فيه اكتر. شايف انه المستقبل هيكون فيه اكتر، بس دي يا استاذ كريم بتخلينا بقى واحنا بنتكلم بشكل علمي بتخلينا نقول ايه. طيب دول اوروبا بتجمعهم سريعا وبتدخل بيها البطولات بتاعتها. احنا بالنسبه لنا كنا احنا اللي بنعد منتخبنا تحت ايدينا. يعني ايه؟ يعني طبخه محليه. يعني احنا كنا بنجيب مدرب مقيم بمقاعد في تجمعات اسبوعيه وبيبقى مع المسابقات الداخليه في تجمع اسبوعي. طيب الوقت بقى نص الفريق خارجي ونص داخلي. هنا بقى مشكلتنا في عملية الربط ما بين الداخل والخارجي ده. فاحنا حاطين له معايير معينة نحاول ان احنا نتغلب عليها بحيث ان احنا نكون عارفين كل دقائق التعامل مع اللاعب بتاعنا المحترف الخارجي. اصابته، عدد مبارياته، بيلعب في اي مركز، بيشتغل ازاي، السيناريوهات اللي بيحطها ايه، بيشتغل مع المدرب بتاعه بيشتغل معاه ازاي. ده سواء مع المدرب او مع اللاعب نفسه. سواء بقى بزوم او بتحليل بيانات، يعني قاعده بيانات، او بزيارات من لجنه المنتخبات ليهم هناك. صحيح. احنا بنحاول نعمل التواصل ده عشان نبقى عاملين الربط ما بين مجموعه خارجيه ومجموعه داخليه. طبعا دي فائده كبيره ان المجموعه الداخليه هيبقى فيها عدد اكبر من اللاعبين. يعني معناها ان انا بعد مستوى تاني من اللاعبين الاساسيين ومن الشباب يكونوا جاهزين لدخول المنتخب مع المحترفين. لازم طبعا بمستواهم لازم نستغلهم ولازم صحيح. يكونوا معانا. صحيح. فهي دي القضيه اللي يمكن بينفرد بيها الاتحاد المصري عن اي اتحاد تاني. ان انا في دي تعتبر معضله. لو كلهم خارجيين هيبقى سهل قوي ان احنا نجمعهم، لو كلهم داخليين احنا بنعدهم وندخل بيهم. الازدواجيه دي قضيه او معضله ويعني بنتكلم فيها دايما. هايل. وعرضناها على اللجنه العلميه في وزاره الشباب والرياضه وطبعا كل داعم لينا يعني. عظيم. الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. رئيس منظومة في منتهى النجاح، في منتهى النجاح، مفيش بعد كده.